بالنسبة للبطولة هاي أمم آسيا، أكيد إحنا كطموحات الشعب العراقي والشارع الرياضي وكالمعنيين كمدربين ولاعبين أيضا، طموحهم بين يكسبون البطولة بسبب يمكن قاعد كابتن جاسم وقاصد على بطولة 2007. كل بطولة لها ظروفها وقدموا بالعكس بذاك الوقت رغم عدم توفير أي شيء كان في وقتها من مستلزمات النجاح لكسب البطولة، لكن مع ذلك إصرار وإرادة اللاعبين قدروا أن يحسمون بطولة 2007. اللي بعدها ايضا استقطبنا لاعبين وصار كثير يمكن من المنتخب العراقي والدولي صار محترفين. الان طموح الشارع الرياضي بان يكسب البطوله، على عكس يمكن تصريح المدرب كاساس قال اني داخل البطوله يعني ليس لكسب البطوله. لكن احنا رايحين البطوله يعني مثل ما راحوا ب 2007 وقتها ما كان واحد متوقع راح يفوز في كاس البطوله. كان عندي لقاء يمكن هو نفسه موقع كوره كان اللي موجود هو بالسوشيال ميديا. سألني سؤال قال لي بغرب اسيا كانوا غير جيدين وحكي يعني واحد من الناس جاسم قاعد هنا سألني قال لي جاسم كان لاعب غير، قلت له بالعكس جاسم ضاف اخر لاعب للمنتخب وقتها بالاردن. قلت له جاسم راح يشوف ايش يسوي بامم اسيا والفريق اذا تجاوز اول مباراه وثاني مباراه فريق راح يصعد للنهائي وهذا ما حصل الحمد لله سبحان الله. نفس الشيء الان في امم اسيا الكل مثلا مبهور فريق اليابان، صح فريق اليابان اخر 10 مباريات فايز من 6 الى 5 اقل مباراه فايز عليها 2 وعلى فرق ومنتخبات عالميه، لكن الاراده من تكون موجوده عند اللاعبين ما يوقف شيء بوكانه. امام كوريا صح مباراه وديه لكن قدمنا نوعا ما اني اقول على اللاعبين والاسلوب الموجود عندنا كذلك عدم الانسجام التام. صح احنا راح نحكي عن كوريا وراح نحكي عن اليابان وفازها اليوم، انا اريد اخذ من كل واحد من الضيوف مقدمه عن هذه البطوله.